نحن اخر واحد ان شاء الله بحول الله باش غدوه يشوفوا الفريق في احسن حله كما قلت قبيله، وان شاء الله معناتها هذه يكلل بالانتصار، وان شاء الله معناتها ابارتير من غدوه ان شاء الله الجماهير نتاع النادي الشخصي باش يشوفوا عده لاعبين عندهم مستقبل باهي في القريب العاجل ان شاء الله. اللي غاب كوت سيربريز هكا قلت انت هكا ختمت النادي الصحفي. صحيح يظهر لي اللي غاب كوت سيربريز ان شاء الله يكونوا دي بون سيربريز، ان شاء الله يكونوا مفاجات ساره للجماهير. يظهر لي فما لاعبين اللي متاكد انا من القيمه نتاعهم ان شاء الله غدوه يكونوا في الـ في الـ في الموضوع. وان شاء الله يفرحوا الجماهير، وكما قلت انا عندي ثقه في الناس الكل سواء الناس اللي باش تلعب ولا مش باش تلعب، عندنا مجموعه طيبه حاجه برك. ان شاء الله الجماهير نتاع الفريق يكون مع الفريق هذا، وان شاء الله يدز ويعاون كما عودنا، وان شاء الله نفرحوه. مدرب اول لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، حاجه يمكن حلمت بها انت صغير تلقاها وتتحقق الى حد الان بيريوديك، لكن ممكن تتواصل في ظل العز المالي. شوف هو اكيد فخر وشرف لي انا اون طونك نتعدى من لاعب سابق المدرب في صنف الشبان، المدرب مساعد، المدرب اول، حتى معناتها المباراه هذه فخر شرف مسؤوليه كبيره. عندي ثقه في 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 روحي، عندي ثقه في الناس اللي تخدم معايا، عندي ثقه في الناس اللي اللي اللي, اللي حطوا فيا الثقه ديجا كهيئه مديره، عندي ثقه في اللاعبين نتاعي. ان شاء الله غدا بحول الله كما قلت باش نشوفوا اداء متميز، ان شاء الله اللاعبين يكونوا في الموعد، ولما لا انه المردود نتاع غدوه وان شاء الله الانتصار يخلي برشا ناس تبدل رايها حتى على مستوى المدرب التونسي. والله ما كيما تعرف معناها حضرنا كيما نحضر لقاءات الكل سيرتو في صفاقس، معناها لازمك ما تساومش، ان شاء الله الفريق اللي جاي يعرف اللي هو باش ينهزم، ان شاء الله نقدموا مردود باهي باش نفرحوا العباد اللي واثقه فينا، كسوا معناها الاطار الفني ولا جماهير، وان شاء الله غدوه ان شاء الله ننتصروا.